المنتفعين هم العاملين بالحكومة وبشركات قطاع الأعمال العام. طب ده بالنسبة للقطاع العام، لكن هل العاملين بالقطاع الخاص هيستفيدوا من العلاوات الخاصة؟ الإجابة نعم، يحق للعاملين بالقطاع الخاص الاستفادة من تلك الميزة، لكن بشروط: إن صاحب العمل الخاص يكون عمل علاوة ممثلة للي قررتها الدولة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، إن صاحب العمل يكون أخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقرار منح العلاوة، إنه يكون سدد الاشتراك المستحق عن العلاوة الخاصة مع اشتراك شهر استحققها، ألا يكون على صاحب العمل أي التزامات متأخرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. طب هل تدخل العلاوات الخاصة ضمن أجر الاشتراك المتغير؟ بالفعل العلاوة الخاصة تدخل ضمن أجر الاشتراك المتغير من تاريخ المنح وحتى تاريخ ضمها للأجر الأساسي، ومن تاريخ الضم تعد جزء من الأجر الأساسي حتى تاريخ نهاية الخدمة. سؤال تاني بيشغل بال الناس: هل تدخل العلاوات الخاصة ضمن أجر تسوية المعاش؟ بالفعل بتدخل العلاوة الخاصة ضمن الأجور اللي بيحسب على أساسها متوسط أجر تسوية المعاش المتغير، وده عن الفترة من تاريخ منحها حتى تاريخ الضم إلى أجر الاشتراك الأساسي. طيب إيه الميزة المستحقة عن العلاوات دي؟ قوانين زيادة المعاش تم إقرارها اعتباراً من القانون رقم 150 لسنة 1988 وحتى القانون رقم 156 لسنة 2006، واللي بمقتضاه بيضاف إلى معاش الأجر المتغير زيادة بنسبة 80% من العلاوة الخاصة المقررة في ذات السنة. سؤال مهم جداً بيشغل برضو بال الناس: هل جميع حالات استحقاق المعاش كانت تستفيد من الزيادة دي؟ نعم، جميع الحالات تستحق هذه الزيادة. وطب إيه هي شروط استحقاق الزيادة دي؟ إنه يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشترك عن العلاوة اللي بيتم منح الزيادة عنها. طيب الزيادة دي بتدخل في المعاش عند حساب زيادات المعاش الدورية على تاريخ ربط المعاش؟ أيوة، الزيادات دي جزء من معاش الأجر المتغير وبتدخل ضمن وعاء حساب الزيادات المستحقة عن الأجر المتغير واللاحقة على تاريخ ربط المعاش. طب ليه في الأساس توقفت إضافة زيادة في معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من العلاوة الخاصة اعتباراً من العلاوة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006؟ الإجابة إنه لم يصدر تشريع يضيف زيادة على معاش الأجر المتغير عن العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 والعلاوات اللاحقة. وصل كم عدد العلاوات الخاصة التي لم يمنح زيادة في معاش الأجر المتغير عنها؟ 10 علاوات اعتباراً من علاوة 2006 والحد علاوة 2015. طيب إيه هو تفسير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا؟ منطوق الحكم بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير للمدعين وأصحاب المعاشات باعتبار العلاوات الخاصة أحد عناصر حساب معاش هذا الأجر، ومن ثم دخولها ضمن متوسط حساب هذا المعاش معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة كل علاوة خاصة، وهو ما تم تطبيقه فعلاً على أصحاب المعاشات سواء من استحق المعاش منهم قبل سنة 2006 أو بعدها. وروعي عند تسوية معاش الأجر المتغير لكل مؤمن عليه اتحققت بشأن وقعة استحقاق المعاش تحديد متوسط حساب معاش الأجر المتغير المستحق لي، بمراعاة شمول هذا المتوسط لقيمة العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي، وبواقع كامل قيمتها وليس فقط 80% من إجمالي القيمة. طيب إيه الفرق بين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا؟ حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدائرة 11 والقاضي منطوقه بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعي عليها السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محل المعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي دون تجشمه عبء الحصول على حكم قضائي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وألزمت جهة الإدارة المصروفات ما عدا الرسوم القضائية. وبكده الحكم ده بيقضي صراحة بإضافة زيادة للمعاش عن الأجر المتغير لأي محل المعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي. أما حكم المحكمة الإدارية العليا فمضمون إعادة تسوية معاش الأجر المتغير باعتبار العلاوات الخاصة أحد عناصر حساب معاش هذا الأجر، ومن ثم دخولها ضمن متوسط حساب هذا المعاش معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة كل علاوة خاصة. وإيه هو بقى سبب إقامة الهيئة استشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا؟
السبب في توجه الهيئة لإقامة إشكال على الحكم هو تناول الحكم أصحاب معاشات من اختصاص القضاء العادي، في حين أن هناك بعض من العلاوات من العاملين السابقين بالقطاع الخاص أقاموا طعون أمام القضاء العادي، وهناك طعون تم إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا. ده فضلاً عن أنه في بعض الحالات سبق لها الطعن أمام القضاء العادي على العلاوات الخاصة وقضت المحكمة برفض طلبهم، فما هو موقفهم؟ طيب هل توجد قضايا وأحكام صادرة في هذا الشأن؟ نعم توجد، وفقاً للحصر التالي: عدد الدعاوى اللي قضي فيها لصالح الهيئة 2308، وعدد الدعاوى اللي قضي فيها بالوقف التعليقي 3385، وإجمالي عدد الدعاوى 11049 دعوة. إيه هي أسباب اللجوء للجمعية العمومية لأخذ الرأي في تنفيذ الحكم؟ السبب في ده يرجع لأن الهيئة كانت بتقوم بالفعل بأخذ تلك العلاوات بكامل قيمتها عند تسوية معاش الأجر المتغير، وجاء الحكم بقاعدة من شأنها تقليل المعاش والإضرار بأصحاب المعاشات.